ارتفع عدد الأشخاص المصابين بالسكري من 108 مليون شخص عام 1980 إلى 422 مليون شخص عام 2014، وارتفع معدل انتشار السكري على الصعيد العالمي عند البالغين اللي تزيد أعمارهم عن 18 سنة من 4.7% عام 1980 إلى 8.5% عام 2014. وطبعا سجل معدل انتشار السكري ارتفاع أسرع في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض. والسكري أيضا هو سبب الرئيسي للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف. ونجمة 1.5 مليون حالة وفاة مباشرة عن طريق السكري، وعزت تقريبا 2.5 مليون حالة وفاة أخرى إلى ارتفاع في مستويات سكر الدم لسنة 2012. اليوم راح يكون هذا الفيديو رسالة إلى مرضى السكري، وطبعا الناس عامة، هل تعلم أنه السكر من النوع الثاني أو مرض السكري من النوع الثاني ممكن أنه تمنع الإصابة به نهائيا أو ممكن تأخر ظهوره فقط باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم وتجنب التدخين؟ هذا الكلام مو من عندي، هذا الكلام من منظمة الصحة العالمية. لما أنت تلتزم بهذه الأشياء هذه راح تزيد لك من فرصة مقاومتك للمرض، راح تأخر لك احتياجك للأدوية وممكن تمنع أصلا الاحتياج للأدوية وتنشفي تماما من المرض السكري النوع الثاني. طبعا أقصد بهذه الحالة لأنه راح تقلل حاجة جسمك للإنسولين بشكل كثير. طبعا انتم هواية سامعين هذا الكلام ممكن بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي بقنوات التلفاز وغيرها. الفكرة هنا أنا فقط راح أضيف لك شغلة واحدة، راح أتكلم وياك كأخ مو كطبيب، إنه اتذكر أنت لما تسوي هذا الشيء، أنت تسوي هذا الشيء لعائلتك، للناس اللي يحبوك، لأهلك، لأختك، لأخوك، لأمك، لأبوك، لزوجتك، لأطفالك. اتذكر أنت لما تعيش حياة أفضل راح تعيش حياة أفضل إلهم مو فقط لنفسك. فهذا الشيء وإن كان صعب، طبعا أنا أعرف إيش قد معاناة المرضى السكري صعبة بحكم مهنتي، إنه كيف يسيطرون على نظام غذائي، الأمور مو بهذه السهولة. ممكن هواية من الناس اللي تسمعني ممكن تعرف هذا الشيء، لكن اتذكروا شغلة واحدة أقول لكم إياها، عمر النجاح ما كان طريقة سهل، بل كان دائما صعب لكن طعمه حلو. لما أنت تعيش حياة صحية أنت مو بالشرط تضيف خلينا نقول سنوات إضافية لعمرك، هذا الأعمار بيد الله، لكن كل سنة راح تعيشها راح تعيش بشكل أكثر صحي وأكثر حيوية، وراح تخلي غيرك ونفسك أكثر سعادة. فهنا رسالة بسيطة، قاوموا هذا المرض لسعادتكم وأكثر، قاوموا هذا المرض باتباعكم النظام الصحي السليم، قاوموا هذا المرض لسعادتكم ولسعادة اللي يحبوكم. أسأل الله الشفاء لكل مرضى السكري، وأسأل من الله أنه دائما تكونون بصحة وسلامة، والقاكم إن شاء الله في فيديوهات ثانية. السلام عليكم.